هذا البرنامج برعاية سوها. It all starts here. حياكم الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من عين على عمان. أرحب بكم، أنا أحمد الكندي، وهذه عناوين هذا الأسبوع. اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز لشركتي بي تي تي التايلندية وتوتال إنرجي الفرنسية بدءا من عام 2025. وشل عمان تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك، والإعلان عن طرح شركة أبراج للطاقة للاكتتاب. وباستثمار 300 مليون دولار افتتاح أول مجمع للصناعات الدوائية في صلالة. والعمانية للأبراج توقع اتفاقية مع بنك ظفار لتمويل إدارة وبناء أبراج الاتصالات. في حلقتنا أيضا مواضيع أخرى، تابعونا بعد قليل. افتتحت مجموعة أوكيو حقل بساط النفطي في أبو الطبول بطاقة 60 ألف برميل يوميا، ليرفع حصة المجموعة من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من النفط إلى 220 ألف برميل نفط مكافئ يوميا. وبلغت القيمة المحلية المضافة للمشروع حوالي 157 مليون ريال عماني. أصدرت الهيئة العامة لسوق المال نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين لتوفير إطار موحد للتغطية التأمينية من المؤسسات المالية في حالة الوفاة أو العجز المستدام عبر تحمل شركة التأمين الرصيد المتبقي من القرض. وتهدف الوثيقة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المقترض والمصرف وشركة التأمين. بلغ إجمالي زوار سلطنة عمان خلال عام 2022 نحو 3 ملايين زائر. وبهدف تنشيط حركة السياحة، أعلنت وزارة التراث والسياحة عن إقامة 4 مهرجانات خلال الربع الأول من العام الجاري، تشمل مهرجان المغامرات الصحراوية ومهرجان التراث البحري العماني والمهرجان السنوي لمحافظة الداخلية ومهرجان الربع الخالي. وقعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية مع برنامج استثمر في عمان لتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لمشاريع الصناعات الدوائية. وبلغ حجم الاستثمارات في القطاع الدوائي بمدينة الدواء في خزائن حوالي 25 مليون ريال بحلول الربع الأخير من عام 2022. وهي منطقة مخصصة للصناعات الدوائية تبلغ مساحتها حوالي نصف مليون متر مربع، وتضم مصانع دوائية ومخازن متكاملة ومختبرات ومراكز أبحاث طبية متقدمة، إضافة إلى مراكز استيراد وتصدير متخصصة في القطاع الصحي. جهاز الاستثمار العماني يعلن طرح شركة أبراج للطاقة للاكتتاب العام. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. باكورة طروحات هذا العام في بورصة مسقط ولأول مرة من القطاع النفطي، حيث جاء الإعلان عن خطة شركة أبراج لخدمات الطاقة لطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام خلال شهر فبراير المقبل. وهي الشركة الأولى ضمن 35 شركة مملوكة لجهاز الاستثمار العماني كان قد أعلن نية التخارج منها كليا أو جزئيا خلال السنوات الخمس المقبلة. طبعا هذا جزء من مجموعة من الشركات في خلال الخطة موضوعة تشمل حوالي 35 شركة مملوكة كامل أو جزئيا لجهاز الاستثمار العماني وشركاتها التابعة في خلال الخمس سنوات القادمة، وسيتم إطلاقها تباعا إن شاء الله. نستهدف في هذا العام أكثر من خمس شركات. طبعا التوقيت وجاهزية كل شركة تختلف عن الشركة الأخرى، وبالتالي يصعب تحديد جدول زمني لكل واحدة منها بتاريخها. الجدول الموجود بيننا وبين الشركات هذه، ولكن الإعلان لها أمام وسائل الإعلام سيتم إن شاء الله في حينه عندما تتم جاهزية كل شركة. الطرح الذي يعتبر الأكبر للبورصة في السنوات الأخيرة سيعمل على إحداث نقلة نوعية، وسيكون على مرحلتين لشركة أبراج التي تتبع مجموعة أوكيو، وتشمل الأولى المستثمرين المؤهلين المحليين والدوليين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 85% من حجم الاكتتاب، فيما تشمل المرحلة الثانية الأفراد من السلطنة وبنسبة 15%
قد ترتفع بحسب الإقبال إلى 35%. هذا الاكتتاب حجمه مناسب تماما، خاصة بعد تخصيص 15% للأفراد وممكن رفعه إلى 35%، فهذا الرقم نوعا ما على الاكتتابات الفائدة يعتبر رقم ممتاز. وأيضا كونها أول شركة نفط خاصة في بلد نفطي تدرج في بورصة مسقط، فتطلعاتنا أن هذه تقلب الموازين، أيضا تمكن مؤشر بورصة مسقط أنه فعلا يعكس أداء الاقتصاد العماني من خلال تنوع الأدوات المالية المصدرة. فقطاع الغاز أول الأولويات، وأيضا عندنا تطلعات أخرى فيما يتعلق بقطاعات لوجستية أو قطاعات سياحية، أيضا نكمل خلينا نقول المنظومة الاقتصادية للبلد. أبراج تعد شركة خدمات الحفر الأكبر في سلطنة عمان بحصة سوقية تبلغ 29% بأسطول يضم 25 منصة حفر وخمس منصات لصيانة الآبار، وتدير واحدا من أحدث مختبرات الإسمنت المتكاملة في سلطنة عمان. الإعلان اليوم عن طرح أسهم أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط جزء من استراتيجية جهاز الاستثمار العماني للتخارج من عدة استثمارات في قطاعات متنوعة. الجهاز في هذه المرحلة ينفذ أولويات رؤية عمان 2040 والرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ونفس الشيء مواكبة للتوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص وتمكين القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد العماني. وتلتزم الشركة إبقاء توزيعات أرباحها بنسبة 85% حتى العام 2025، ويمثل هذا الطرح تصفية للأسهم المملوكة للمساهمين البائعين ولا يمثل إصدار أسهم جديدة، وستبقى نسبة 51% من الشركة مملوكة لمجموعة أوكيو بشكل غير مباشر. افتتحت شركة فليكس للصناعات الدوائية مجمعها الصناعي الأول من نوعه في عمان، وبحجم استثمار يبلغ 300 مليون دولار، ينفذ على 3 مراحل. المجمع يقع بالمنطقة الحرة بصلالة، وتخطط الشركة لإنتاج أكثر من 100 صنف دوائي. شركة فليكس للصناعات الدوائية استثمار عماني قطري احتفل بتشغيل المرحلة الأولى لمصنعها بالمنطقة الحرة بصلالة بقيمة 150 مليون دولار ليكون المزود الرئيسي للأدوية في سلطنة عمان والمنطقة وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج. المصنع يستهدف رفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محليا من 7% إلى 20% بحلول العام 2025. إجمالي الاستثمارات بين المنطقة الحرة في صلالة والمنطقة الصناعية بريسوت تصل قرابة 200 مليون دولار. نتمنى إن شاء الله أن من هذه المجموعة من المصانع اللي عددها تقريبا حوالي 7 مصانع بين مصانع الدواء وبين مصانع الأدوات الطبية أن تخلق الحقيقة في هذه المنطقة محافظة ظفار مركز للأدوية، صناعة الأدوية، وأيضا مركز لصناعة الأدوات الطبية إن شاء الله. وتتضمن خطة المصنع الأحدث من نوعه في المنطقة الخليجية إنتاج أكثر من 100 صنف دوائي بقدرة إنتاجية تبلغ 1 مليار قرص دوائي ومليار كبسول سنويا، بعد أن خصصت المنطقة الحرة بصلالة مساحات خاصة للصناعات الطبية لتصل الاستثمارات إلى قرابة 200 مليون دولار في 3 مصانع دوائية وأربعة أخرى للأدوات الطبية. حاليا السوق العماني يستورد 90% من المنتجات الدوائية التي يحتاجها. نطمح إن شاء الله لسد حاجة السوق العماني بما لا يقل عن 25% من احتياجاته خلال 5 سنوات القادمة، وننمو إن شاء الله فيما بعد ذلك للوصول إلى هدفنا بتأمين 50% من احتياجات السوق العماني من الأدوية التي يستعملها القطاع الصحي. ويستهدف المشروع تحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الأدوية، لا سيما مع اتساع الفجوة بين العرض والطلب وتلبية حاجة الأسواق في الوقت والقيمة المناسبة. ومن المتوقع أن تغطي منتجات المصنع أكثر من 20 سوقا عالميا خلال السنوات القليلة المقبلة. ووقعت الشركة عقودا لتطوير الأدوية مع مجموعة من مراكز الأبحاث العالمية والعربية في بريطانيا وإيرلندا والأردن. فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا لنتابع في عين على عمان. السياحة تنمو بمعدلات كبيرة
في نهاية 2022. هذا البرنامج برعاية سوها. هذا البرنامج برعاية سوها. It all starts here. وقعت العمانية للأبراج اتفاقية التمويل مع بنك ظفار بقيمة 30 مليون ريال في إطار خطتها للتوسع في إدارة وبناء أبراج الاتصالات. المهندس ماجد الخروصي الرئيس التنفيذي للشركة تحدث لسي ام بي سي عربية، والذي أكد مواكبة الشركة لمشروع التحول الرقمي في البلاد بالتوسع في شبكات الجيل الخامس. طبعا الاتفاقيه اللي تم توقيعها بين الشركه العمانيه للابراج وبنك ظفار من الاتفاقيات الرئيسيه في نمو الشركه، حيث ستساهم هذه الاتفاقيه في تمويل الشركه بمبلغ وقدره 30 مليون ريال عماني، اي ما يعادل 77 مليون دولار خلال السنوات القادمه لتمويل مشاريع الشركه. طبعا الشركه وصلت الى الاستدامه الماليه، والحمد لله خلال 3 سنوات وصلنا الى الاستدامه الماليه بجهود الجميع، ولكن هذه الاتفاقيه راح تمول الشركه ب 30 مليون ريال عماني لمشاريعها المستقبليه، واللي هي رايح نقدمها في نشر أبراج الاتصالات بمختلف الأشكال في جميع الولايات والمحافظات في السلطنة. مع توسع يعني خدمات الاتصالات في سلطنة عمان وأيضا زيادة عدد الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات ونوعية هذه الاتصالات، كيف تغير سوق الأبراج في سلطنة عمان؟ طبعا البنية الأساسية لأبراج الاتصالات هي أحد أهم العناصر الأساسية لنشر شبكات الهاتف المتنقل العالمي، ابتداء من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث إلى الجيل الرابع. مع دخول تقنيات الجيل الخامس أصبح الطلب لأبراج الاتصالات أعلى، بحكم أنه كل ما زاد التردد كل ما قلت المسافة، فبناء عليه الطلب على شبكات أو أبراج الاتصالات خلال المرحلة القادمة ربما يكون أكثر نظرا للطلب المتزايد على خدمات أو تركيب شبكات الجيل الخامس. حقيقة الاتفاقية هذه راح تسهم في تمويل الشركة لبناء أبراج أكثر خلال الفترة القادمة بما يواكب تطوير شبكات الجيل الخامس من قبل مشغلي خدمات الاتصالات المرخصين في السلطنة، شركة العمان لاتصالات عمان تل، شركة العمان لقطر اتصالات أوريدو، وكذلك شركة اتصالات مستقبل فودافون. أيضا من ناحية يعني توسع الشركة في مشاريعها القادمة من خلال هذه الاتفاقية وأيضا من خلال الاتفاقيات الأخرى بما يخدم مشروع التحول الرقمي في سلطنة عمان، وهو من المشاريع يعني التي تولى اهتمام كبير من قبل الحكومة. صحيح، طبعا بالنسبة للتحول الرقمي في السلطنة مختلف الجهات قائمة بدورها الكبير في موضوع التحول الرقمي في الاتصالات، ولكن تعتبر شبكات الجيل الخامس من الأساسيات في التحول الرقمي، حيث ستسهم بنقل كم هائل من البيانات لهذه المؤسسات، وخاصة مع دخول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء، فتقنيات الجيل الخامس تحتاج إلى كثير من الأبراج في هذا، ونشر الأبراج هذه سيساهم في توصيل خدمات الجيل الخامس إلى مختلف المؤسسات سواء على المستوى الفردي أو على المستويات سواء الحكومية أو الخاصة. باشمهندس، ماذا عن يعني ترقية الأبراج القديمة البنية الأساسية في هذا القطاع في سلطنة عمان؟ كيف سيتم التعامل معها؟ كيف سيتم تطويرها؟ طبعا العمر الافتراضي لمختلف الابراج عاده تقاس على اساس انه 20 سنه، العمر الافتراضي لاي برج من ابراج الاتصالات يقاس على اساس 20 سنه، فمع تطوير الابراج وتطوير اشكال الابراج خلال المرحله القادمه ومحاوله تقليل التلوث البصري في مراكز مودم بالذات، بدات شركه العمان للابراج في تركيب نمط جديد من الابراج، وخاصه الابراج التي نراها منتشره في مختلف المحافظات. في السنه عام 2022 ركبنا نوع جديد من الابراج في محافظه ظفار، وهو الاول من نوعه في تقريبا السلطنة وكذلك في دول الخليج، حيث يشمل هذا البرج على كثير من التقنيات بالإضافة إلى شاشات رقمية للدعاية والإعلان، فتعتبر هذه نقلة نوعية كبيرة جدا في قطاع الاتصالات وخاصة في أبراج الاتصالات، واللي قامت الشركة بجهودها مع موظفينها وكذلك السبلاير للشركة الموردين للشركة باعتماد التصاميم هذه والجهات المختصة اللي قامت باعتماد هذه التصاميم، فإن شاء الله خلال المرحلة القادمة راح نرى أبراج بجمالية أكثر وخاصة في مراكز المدن لتقليل التلوث البصري بشكل عام وكذلك لزيادة جمالية هذه المدن بنوع مختلف من الأبراج. جميل.
باشمهندس اخيرا يعني نتحدث عن عام 2023، ما هي النسبه المتوقعه لتغطيه شبكه الجيل الخامس في هذا العام؟ حقيقة مشغلي خدمات الاتصالات قائمين بدور كبير جدا في نشر شبكات الجيل الخامس، وقاموا خاصة شركات الاتصالات المرخصة في السلطنة قامت بدور كبير جدا خلال عام 2022 بتغطية شبكات الجيل الخامس حسب خطتهم هم، واللي تعتمد على كذلك توفر أبراج الاتصالات خلال المرحلة القادمة. فأعتقد أنه من خلال المرار خلال الفترة القادمة راح كثير من الشبكات أو في كثير من المناطق راح تشملها تغطية شبكات الجيل الخامس، وخاصة في مراكز المدن، لأن التركيز حاصل في مراكز المدن لأن الكثافة السكانية تكون في مراكز المدن. وطبعا ما ننسى خارج مراكز المدن كذلك قائمين بدور كبير جدا الأخوة في شركات الاتصالات المرخصة في السلطنة بالتنسيق بينهم وبين شركة العمانية للإبراج. وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على اتفاقيات البنود الملزمة مع الشركة التايلندية بي تي تي العامة المحدودة والشركة الفرنسية توتال إنرجيز لتوريد الغاز الطبيعي المسال بدءا من عام 2025، وبإجمالي يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويا. اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز وقعتها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لصالح الشركة التايلندية بي دبل تي العامة المحدودة والشركة الفرنسية توتال إنرجيز لتوريد الغاز الطبيعي المسال بإجمالي يصل إلى 1,600,000 طن متري سنوياً. الاتفاقيات الجديدة تضاف إلى 4 صفقات وقعت مؤخرا بإجمالي يزيد على 3 مليون طن متري سنويا ولمدة تصل ل10 سنوات بدءا من العام 2025. هذه العقود تكمل ما وقعناه سابقا مع المشترين من اليابان ومع شل العالمية، وسنعلن عن عقود أخرى جديدة قريبا وهي تفتح أسواق جديدة للغاز العماني في أوروبا وتايلاند. الاتفاقيات الجديدة تزامنت مع إعلان بدء إنتاج الغاز من حقل مبروك شمال شرق منطقة الامتياز 10، والذي يتوقع أن يصل إنتاجه إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً بحلول منتصف عام 2024. جاءت هذه الاتفاقيتين نتيجة للسمعة الطيبة التي شهدت فيها الشركة العمانية للغاز الطبيعي في الأسواق العالمية، ودعم من الشركة العمانية للغاز الطبيعي للسوق العالمي من حيث الغاز المسال ومن حيث الطاقة. نحن سعيدين أن هذه السمعة الطيبة تجلت اليوم في توقيع هذه الاتفاقيات، كذلك نحن سعيدين أن نشارك في الاقتصاد الوطني توجهت مع عمان 2040 ومع التنمية المستدامة والتوجهات السلطنة في هذا الجانب لدعم هذا المنظور. وتدخل سلطنة عمان عام 2023 بخطوات تعزز من وجودها في السوق العالمية للغاز، وأسست في ديسمبر الماضي شركة الغاز المتكاملة لإدارة المخصصات والأصول المتعلقة بالغاز العماني، وهذا يتزامن مع وصول صادرات الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لمستويات قياسية إلى 11 مليون طن سنويا ودخولها لأسواق جديدة. مشاهدينا، معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عمان خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ نحو 1.9% وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. نتابع تفاصيل أكثر في العرض التالي. Thank you.
عادت الحركة السياحية في مختلف المواسم السياحية، حيث ارتفع معدل الزوار بنسبة 440%. وخلال عام 2022 أعلنت السلطنة عن فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الواعد. عادت الحركة السياحية لسابق عهدها، حيث ارتفعت نسبة الزوار القادمين عبر المنافذ حتى نوفمبر الماضي بنسبة تقارب 440% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الزوار حتى نهاية هذا العام إلى نحو 3 ملايين زائر، يتصدرهم الزوار من الخليج ثم الهند، وإيرادات الفنادق بدورها ارتفعت بنسبة تقارب 92% متجاوزة 160 مليون ريال. السوق الهندي واعد كثير، سواء قياسا من التعداد السكان اللي يتجاوز المليار، في أنماط سياحية متميزة تتميز فيها الهند وهي سياحة الأعراس، وهي والسلطنة بما تتميز به من مقومات سواء كانت طبيعية أو منشآت سياحية، فهي يعني من عوامل الجذب التي تستقطب السوق الهندي. وتستهدف سلطنة عمان رفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي من مستواها الحالي البالغ 3%. وقدم القطاع السياحي فرصا استثمارية متنوعة خلال العام الماضي بحجم يقارب المليار ريال، منها 3 مشاريع لدى مجموعة عمران كمشروع يت السياحي المتكامل بالشراكة مع دايموند ديفلوبرز ودار الأركان السعودية. من المتأمل أن يتم تنفيذ هذا المشروع بشكل كامل خلال 4 سنوات، أي مع نهاية 2025، بكامل عناصره سواء السكنية أو الفندقين أو المرافق الأخرى بشكل كامل. طبعا بالنسبة لهذه الجزئية يراعي عناصر الاستدامة سواء المجتمعية أو البيئية أو الاقتصادية بشكل كامل، وهو مشروع فريد من نوعه حقيقة، واليوم يدشن بشكل رسمي. وتعكف وزارة التراث والسياحة على مراجعة التشريعات المنظمة للقطاع السياحي في سلطنة عمان، وأهمها قانون السياحة الذي من المتوقع صدوره هذا العام، ومراجعة عقود الانتفاع لحث المستثمرين على الالتزام بتنفيذ المشاريع السياحية. أبرز الأحداث والمناشط المقبلة والمتوقعة في سلطنة عمان خلال هذا الأسبوع نتابعها في العرض التالي. هكذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقة هذا الأسبوع من عين على عمان، نلقاكم في الأسبوع المقبل، تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية سوها. It all starts here.